نعم، ننتقل إلى صحيفة الأخبار ومنها نقرأ: فرقاي فريق الوسطى يوقعون بالأحرف الأولى اليوم اتفاقا بالخرطوم. تفاصيل هذا الخبر: توصلت أطراف النزاع في دولة فريق الوسطى إلى اتفاق حول القضايا الخلافية الكبرى، مسألة اقتسام السلطة وفترة العدالة الانتقالية التي كانت مثار نقاش على طاولة جولة المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم طوال الأسبوع الماضي. نستطيع أن نقول أن الوساطة السودانية نجحت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في فريق الوسطى. هل تعتبر هذه الخطوة هي عودة للسودان للعب دوره الحقيقي في الإقليم؟ واحدة من المؤشرات. صحيح أنه طبعا الأخبار الداخل غطت على المباحثات اللي جرت في السودان لحل مشكلة فريق الوسطى، وأصبحت الحكومة مشغلة بنفسها، لكن أيضا يعني لم تهمل هذا المسار، وهو مسار مهم لأنه اليوم بعده على صعيد علاقات السودان بالاتحاد الأوروبي على رأسه دولة مهمة زي فرنسا اللي هي الآن يعني معنية بصورة كبيرة بما يحدث في أفريقيا الوسطى، باعتبار أنها هي من مناطق أفريقيا الوسطى من مناطق النفوذ الفرنسي والوجود الفعلي الفرنسي. شيء آخر أنه واحدة من المطلوبات في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه استقرار المنطقة، أن السودان يسهم في استقرار المنطقة، سلام الجنوب طبعا الحجر الزاوية فيه، وتبع لذلك جاء موضوع السلام في أفريقيا الوسطى. وبرضو أنا بقول أنه بيتور أن السودان الدبلوماسية السودانية تستطيع أن تقدم مساعدات. الآن نرى أن الخرطوم نجحت في الوصول لاتفاق مع فرقاء أفريقيا الوسطى ومع فرقاء دولة جنوب السودان من قبل، ولكن في الداخل ما زال التفكك موجود، ما زال الكثير من الوضع الداخلي الذي فيه من الغموض الشيء الكثير. أين يكمن الخلل إذا كنا ننجح حتى في الوساطات بصورة جميلة ومشرفة حتى؟ صحيح. فما الذي يحدث في الداخل؟ لا، الداخل أيضا ما بتستثني، يعني لا بد الداخل أن يكون متماسك، لا بد أن تتكلم عن الحوار في الفقرة السابقة، يعني نفس السمة يجب أن تعمم. نرى أن الوضع السياسي الآن غير مستقر. صحيح. هذه يعني من أبسط القراءات. يعني. صحيح. لكن هذا لا يمنع إنك أنت حتى لو لديك ما تسهم به في حتى في عدم الاستقرار في الداخل، لو تستطيع أن تقدم في ثنايا هذا الاضطراب مساعدة للآخرين يمكن أن يحدث. ما هي أسباب هذا الخلل؟ يعني أنا بس. نقطة مهمة. تفضل. نقطة مهمة. يعني لا بد من إشارة عشان نكون موضوعين شوية. جيد. اللي هو موضوع إسهام السودان في سلام أفريقيا الوسطى. يعني حدث أو ترتب له منذ منتصف العام تقريبا الماضي، عاود تربط بين الأحداث للمظاهرات وبين هو ليس الاحتجاجات، حتى نتحدث عن الراهن السياسي، الراهن الاقتصادي، حتى نتحدث عن كثير من الأمور الشائكة الآن. نعم. فأنت حتى لو كانت تعاني من هذه الأشياء وتستطيع لديك القدرة أنك تحقق يعني أو تقدم مساعدة لدولة من الدول، أنا ما شايف في تعارض، لكن ده ما بيمنع انك انت تنشغل، يعني ليس المطلوب انك تنشغل بمشاكل الناس وتنسى نفسك. لا بد نعم ان تعكف على حل المشاكل الداخليه، لكن هذا ما حدث اظن. هو بالمناسبه هل هناك دوله من الدول ما فيها مشاكل داخليه؟ ما افتكر، يعني خاصه اذا تكلمنا عن دول العالم الثالث. لكن يجب انه مشاكلنا الداخليه، اذا السودان بيعاني من مشاكل والحكومه بتواجه احتجاجات في الداخل ومع ذلك لديها القدرة في أنها تقدم مساعدة في الخارج، لا يمنع ذلك في شيء. نفس الكلام ده، يعني مثلا لو تحدثنا عن مثلا نعمل قياس صغير، مصر مثلا خلال هذه الأزمة يعني أرسلت وزير الخارجية ومدير المخابرات وكذا، لكن أيضا عندها إشكالات. يعني ماكرون ذهب وزار مصر وكان لديه احتجاجات بلغت الآن أسبوع الـ 12، ونصح في القاهرة الحكومة المصرية بأنه تفرج عن المدونين والمعتقلين السياسيين، وهل لديه مشاكل في داخل فرنسا. أستاذ مالك طه، رئيس تحرير صحيفة الرأي العام، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا. شكرا. فاصل قصير مشاهدينا، بعده نبدأ جولتنا في بعض الأحداث العربية والعالمية.